السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه: رسميا بولكسوت يعود إلى الرجاء بعد توقيع عقدا جديدا. وأنهى فريق الرجاء الرياضي رسميا خلافه مع اللاعب محمد بولكسوت، وذلك بعدما توجه اللاعب للجامعة الملكية من أجل فسخ عقده مع الفريق. وأعلن الرجاء الرياضي أمس السبت تعاقده من جديد مع لاعب محمد بولكسوت خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحيث وصلت إدارة النادي الأخضر لاتفاق مع اللاعب باستمرار هذا الأخير في حمل قميص الفريق بعد التوصل لحل المشاكل المالية للاعب. هذا ونشر النادي الأخضر صور كتوثق تجديد عقد لاعب بولكسوت عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: أهلا بك مجددا. وسبق أكدنا في أخبار سابقة أن الحسم في ملف اللاعب بولكسوت غيتم يوم السبت بعد ما أبدى هو الآخر رغبته في الاستمرار داخل القلعة الخضراء. الرجاء الرياضي يرد على شكاية خابة ويرفض مطالبه المالية. ورفض فريق الرجاء الرياضي المطالب المالية لحمزة خابة في الشكاية اللي تقدم بها هذا الأخير لجنة النزاعات بالوصفة الاحترافية، إذ طالب 83 مليون سنتيم وفق ما أكدته مصادر خاصة. ووضح خابة في شكايته ضد الرجاء لجنة النزاعات أن المبلغ كيخص منحة توقيع اللي كتقدر ب 60 مليون سنتيم و 15 مليون سنتيم بعد مشاركته في أزيد من 70% من مباريات الفريق الأخضر، و 80 ألف درهم هي منحة تأهل النسور الخضر لدور مجموعة أسود الأبطال إفريقية في النسخة الماضية. ووضحت عدة منابر أن الرجاء رد على مطالب اللاعب خابة في رسالة بعثها لجنة النزاعات بأنه حصل على 66 مليون سنتيم منحة توقيعه وما لعبش 70% من المباريات باش يضمن مبلغ 150 ألف درهم. أما بخصوص منحة 80 ألف درهم فوضح الرجاء أنه غير منصوص عليه في العقد اللي كان كيرد خابة بالفريق الأخضر، وكتحسم لجنة النزاعات في الخلاف القائم بين الرجاء والمهاجم السابق بعد توصلها برد من اللاعب. يشار لأن خابة لعب كمعار الفريق الرجاء في الموسم الرياضي الماضي ورجع الفريق الكويت الكويتي في الموسم الحالي. زهير فضال يشترط 400 مليون سنتيم لتعويض حركاس بالرجاء. وفي جديد صفقة فضال والرجاء شارط اللاعب زهير فضال اللاعب السابق لسبورتينغ لشبونة البرتغالي 400 مليون سنتيم في الموسم للانتقال لفريق الرجاء لتعويض جمال حركاس المنتقل حديثا الغريم التقليدي بعد ما فسخ عقده مع الفريق الاخضر من جانب واحد. وعرض فريق الرجاء 200 مليون سنتيم لاقناع زهير فضال بانضمام الصفوف في الصيف الحالي، غير انه رفض ذلك وتشبت بموقفه. وتوقع مصدر مسؤول باش يجدد الرجاء مفاوضاته للتعاقد مع زهير فضال في الميركاتو الصيفي الجاري لحاجته لخدماته بعد مغادرة جمال حركاس للفريق الأخضر. يشهد أن فريق الرجاء تعاقد في الميركاتو الصيفي الجاري مع كل يوسف بالأمري، هشيم دومينغو، عبد الله خفيفي، آدم النافعتي، ومحمد بايون، مهدي مبارك، العراقي أيمن حسين، بالإضافة لمهدي مهوب، في انتظار حسم صفقة محمد رحيم اللاعب السابق للغريم التقليدي اللي كيجري تدريبه حاليا مع الفريق. رسميا الرجاء يرسل الكاف لتعويض بيترو اتلتيكو بالسوبر الافريقي. وراسل فريق الرجاء الرياضي الكونفدرالية الافريقية من اجل تعويض بيترو اتلتيكو في النسخة الاولى من مسابقة السوبر الافريقي. وكشفت مصادر مسؤولة ان فريق الرجاء راسل الكاف من اجل تعويض بيترو اتلتيكو في دوري السوبر بعد ما تم ايقافه من طرف الاتحاد الانغولي. ووقف الاتحاد الانغولي بيترو اتلتيكو بسبب بعض المشاكل الادارية، وهو ما تسبب في بعض الارتباك بلجنة المسابقات بالكاف لسرعات العقد الاجتماع عن بعد لمناقشة تأثير القرار على السوبر الإفريقي. الرجاء كيعتبر نفسه الأحق بتعويض بيترو بالنظر لتصنيفه، رغم أن الكاف ما اعتمدش في النسخة الأولى في السوبر الإفريقي على تصنيف الأندية ومنع مشاركة ناديين من بلد واحد. يشال أن النسخة الثانية في الموسم المقبل غتشهد مشاركة فريقين من المغرب حسب تصنيفهم الإفريقي. وكيسعى محمد بودريقة لاستغلال هذا المستجد من أجل ضمان مشاركة النسور الخضر في هذا المحفل الإفريقي الكبير، بحيث غيضمن الرجاء من مشاركته مبلغ 700 مليون سنتيم. مدرب منتخب الطوغولي يستدعي لاعب الرجاء لقمة الرأس الأخضر. وفي تفاصيل الخبر وجه باولو دواراتي مدرب منتخب طوغو الدعوة للاعب فريق الرجاء الرياضي روجياولو للمشاركة في مباراة أمام منتخب الرأس الأخضر ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا 2024 بالكوت ديفوار، ومرتقب باش يلتحق اللاعب أولو بالمنتخب الطوغولي في الأيام القليلة المقبلة تحضيرا لمواجهة الرأس الأخضر بعد موضع المدرب في قائمة 26 لاعب. يشال أن المنتخب الطوغولي غيواجه نظيره الرأس الأخضر في 10 شوشنبير الجاري بملعب كيكيب لومي الطوغولية، وبهذا غيغيب روجياولو على تدريب الرجاء في هذه الفترة.
لاعبان من الرجاء يقتربان من توقيع للمغرب التطواني، وباتت اللجنة المؤقتة اللي تمنح لها تسيير شؤون فريق المغرب التطواني قريبا من التعاقد مع لاعبين فريق الرجاء لرغبتهم في تعزيز صفوفهم بلاعبين جدد بناء على طلب مدرب الفريق الأول محمد إسماعيل العلاوي. وكذا جريدة الأخبار مصدر مطلعة أن رياض إدبوغيكين المنفصل حديثا على فريق الرجاء الرياضي بات قريب من انتقال فريق المغرب التطواني في ميركاتو الصيفي الجاري، وزاد نفس المصدر أن رياض إدبوغيكين بات قريب من انضمام فريق المغرب التطواني في صفقة انتقال حر إذ وصلت مفاوضاته لمراحل متقدمة. وإلى جانب إدبوغيكين اللي فسخ عقده مع الرجاء بالتراضي كيسعى المغرب التطواني لشراء عقد أيوب شبود من الرجاء، غير أن إدارة الفريق الأخضر رفضت هذا المقترح ووافقت على تسريح اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي الجاري. لاعب جديد يغادر الرجاء ويوقع لفريق بالدوري الاحترافي. وفي تفاصيل الخبر توصل فريق الرجاء الرياضي لاتفاق نهائي مع فريق نهضة الزمامرة من أجل إتمام صفقة انتقال لاعب رجاوي للفريق الدكالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وأكد مصدر رجاوي مسؤول أن إدارة فريق الرجاء توصلت لاتفاق نهائي مع نهضة الزمامرة لانتقال لاعب عبد الحي فورسي للفريق الدكالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. وقرر الألماني جوزيف زامباور مدرب فريق الرجاء الاستغناء على خدمات فورسي بعد ما نهى المكتب المصري للفريق الأخضر صفقات بارزة خلال الميركاتو الحالي. يشل أن عبد الحي فورسي كان انتقل لفريق الرجاء خلال الميركاتو الصيفي الماضي قبل ما يغادر الفريق في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة لفريق أولمبيك آسفي. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.